انتوا عارفين امتى اول مره استخدمنا فيها فكره الشفرات؟ الحكايه كانت مع اللورد بادن باول مؤسس الكشافه، لما حصرته قبائل البوير في جنوب افريقيا مع الوحده بتاعته من الجيش الانجليزي. ساعتها بس فكر انه يستخدم شفرات سريه مكتوبه يبعت بيها الرسائل بتاعته للجيش الانجليزي عشان يساعدوه في فك الحصار، وفعلا نجحت الفكره دي في انه يفك الحصار عن الوحده بتاعته من قبائل البوير. طبعا عندنا انواع كتير من الشفرات. اول نوع هي الشفرات المكتوبه، ودي ببساطه انت بتعمل مفتاح للشفره وهي رموز، كل حرف من اللغه العربيه بتدي له رمز انت اللي بتالفه من عندك. طبعا في شفرات معروفه زي المربعه والمعكوسه او غيرها، او انت تقدر تالف الشفره اللي انت تحبها. بتكتب الرساله بتاعتك بالرموز تبعتها لفريقك، هم معاهم مفتاح الشفره وهم بس اللي يقدروا يعرفوا محتوى الرساله اللي انت كاتبها لهم. النوع الثاني وهي الاحبار السريه، اشهر نوع فيهم طبعا معروف هي شفره الليمون. ببساطه بتجيب عصير ليمون، معاك قلم او ريشه تبل بيها العصير الليمون وتكتبها على ورقه بيضه المحتوى الرساله اللي انت عايزه، بتسيبها دقيقه واحده تنشف. بعد ما تنشف تقدر تغطي على المحتوى ده بالقلم الجاف، بس طبعا بتسيب السطر اللي انت كاتب فيه الرساله الاصليه، تكتب تحته اي رساله تانية عشان لو وقعت الورقه مع حد تاني ما يعرفش محتوى الرساله. لما بتروح لفريقك بيسخنوها بالمكوى او باي طريقه تانية بتدي حراره تسخن الورقه، يعرفوا المحتوى الاصلي الرساله اللي انت بعتها لهم. عندنا كمان الشفرات المشهوره هي المورس والسيمافور. المورس استخدم من زمان عن طريق التلغراف، التليكس، تقدر تستخدمه عن طريق الصفاره الكشفيه، عن طريق الضوء، بتبعتها عن طريق الدخان كمان لو تفتكروا في الرحلات الخلويه تقدر تعملها. اخر نوع هي شفره السيمافور، دي بنستخدمها في الرحلات الخلويه لما تكون مسافات كبيره ما تقدرش توصل رسالتك بالصوت باي طريقه، بتكون انت فوق الجبل، الفريق تحت في الوادي، عايز تطلب منهم مساعده او عايز توصل لهم رساله او معلومه معينه، تستخدم اعلام السيمافور توصل لهم الرساله اللي انت حابب توصلها.